السلام عليكم يا شباب. ان شاء الله النهارده هنشرح المحاضره السابعه في الاناتومي اللي هي الجينيتال سيستم او الجهاز التناسلي. المحاضره دي لطيفه جدا وسهله خالص. فنبتدي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نتكلم عنه هو الميل جينيتال سيستم او الجهاز التناسلي الذكري. طيب قبل ما نخش في التفاصيل كالعاده احنا بنشرح ايه الطريق بس اللي هيمشي بيه او بدايه الجهاز ونهايته فين، وبعد كده بنخش في تفاصيل ايه كل اورجن. طيب بس قبل برضو ما ابتدي في الطريق بتاعه انا عايزه اديك مثال الاول هيفهمك الميل ريبرودكتيف سيستم. عارف الفيلم بتاع الليمبي اللي هو المشهد بتاع عبله كامل لما كانت مع الليمبي وبتديله السندوتشات بتاعته، بتقول له سندوتشاتك في ايدك، مطوتك في جيبك، ومصروفك في جيبك، مش عارف لو حد قرب منك شرحه والحته دي. هو ده المشهد، ده هو ده بالظبط الميل ريبرودكتيف سيستم. يبقى الميل ريبرودكتيف سيستم او الجهاز التناسلي الذكري عباره عن ايه؟ عباره عن المشهد ده بالنص. انا عندي طفل، الطفل ده انا عايزه اديله سندوتشاته، وعايزه اديله معاه مطوه عشان المطوه دي يدافع بيها عن نفسه عشان ما يموتش، تمام كده، وهديله معاه مصروف، المصروف ده عشان يركب بيه ميكروباص عشان يوصله للمدرسه، خلاص كده. فانا الميل ريبرودكتيف سيستم بيدور حوالين ايه؟ عن تصنيع اطفال. الاطفال دي هنسميها ايه؟ هنسميها الحيوانات المنويه او السبرمز. طب الحيوانات المنويه او السبرمز دي انا محتاجه اغذيها، فهبتدي ان انا اديها شويه سكريشنز واديها شويه اكل كده يغذيها. بعد كده هديها مصروف، المصروف ده او طريق، الطريق ده هو ده اللي هيوصلها لمين؟ هيوصلها للفاجينا او المهبل، خلاص كده يا شباب. وهديها كمان معاها مطوه، المطوه دي تقدر تدافع بيها عن نفسها، تدافع بيها عن البكتيريا اللي هتلاقيها في الفاجينا او في المهبل، وبرده اللي هتلاقيها فين؟ في البينس او في القضيب. فاحنا هنبتدي نشرح بقى البدايه والنهايه بتاعه الجهاز ونخش في تفاصيله، بس انا عايزه المثال ده يبقى في دماغك. طيب خلينا نبتدي. بسم الله. اول عضو عندنا هنبتدي بيه هو التستس. التستس او الخصيه بنسميها تستس او تستكل، الاسمين صح، تمام. طيب التستس او الخصيه دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن عضو كده، العضو ده هو اللي مسؤول عن تصنيع الحيوانات المنويه، تصنيع السبيرمز. هو ده اللي بيصنع لي السبيرمز، هو ده اللي بيصنع لي الحيوانات المنويه. طب جميل، ماشي. في معلومه كده عارفينها ان علشان يحصل حمل لازم يكون عدد الحيوانات المنويه حوالي 500 مليون حيوان منوي. طيب في كده يعني مجموعه من الخصيه في ناس معينه ممكن تنتج في اليوم مثلا حوالي من 20 ل 30 مليون، من 20 ل 30 مليون حيوان منوي. طيب ازاي اوصل ل 500؟ يعني ازاي اوصل للعدد ده؟ ازاي اقدر اوصل ل 500 مليون وانا في اليوم الواحد بنتج حوالي 20 مليون؟ الفكره ان انا هعمل ايه؟ هعمل طريقه سهله جدا ان انا اخزنهم، ابتدي ان انا اجمع كل يوم 20 مليون 20 مليون 20 مليون ويتخزنوا مثلا لحد ما يحصل جماع، وابتدي ان الراجل ده يطلع الحيوانات المنويه دي ويحصل حمل، خلاص كده. طيب انا اخزنهم فين؟ هخزنهم في الانبوبه اسمها ايه؟ اسمها ابيديدمس. الابيديدمس دي هي دي المخزن اللي هيتخزن فيه الحيوانات المنويه. يبقى انا دلوقتي عندي السبيرمز هتتصنع فين؟ هتتصنع في التستس. بعد كده هتتخزن فين؟ هتتخزن في الابيديدمس. الابيديدمس هي دي، يعني المهم ايه دي اللي هتتخزن فيها، خلاص كده. طيب انا محتاجه اخزنها ليه؟ عشان اقدر اوفر القدر الكافي من الحيوانات المنويه عشان بعد كده يحصل حمل. طب جميل قوي، ماشي. انا كده دلوقتي جمعت الحيوانات، يعني صنعت الحيوانات المنويه وجمعتها. طب انا دلوقتي بقى عايزه اخرجها بره الجسم. هخرجها ازاي؟ هخرجها عن طريق انبوبه طويله جدا شبه اليوريثرا شويه كده، بس هي انبوبه طويله اسمها ايه؟ اسمها فاز ديفرنس. اسمها ايه؟ فاز ديفرنس. اسمها تحس ان هو فرنساوي شويه، فاز ديفرنس. هي دي اسم القناه اللي هيمشي فيها الحيوانات المنويه. بعد كده بقى لما يخرج من الابيديدمس هيعمل ايه؟ دلوقتي انا جبت الطفل اللي هو الليمبي رايح المدرسه بتاعته، رايح للفاجينا، رايح للمهبل. طب هيروح للمهبل ازاي او هيروح للمدرسه بتاعته ازاي؟ لازم يبقى معاه سندوتشاته. طب السندوتشات دي هيجيبها منين؟ هيجيبها من السيمينال فيزلز. السيمينال فيزلز، السيمينال فيزلز دي وظيفتها ايه؟ هي دي اللي هتدي الحيوانات المنويه السندوتشات بتاعتها. خد يا حبيبتي سندوتشاتك ويلا توكلي على الله. طيب جميل، ماشي. طب هو هيروح كده بايده فاضيه؟ طب افرض حد اتنمر عليه، افرض لقى شويه بكتيريا، افرض لقى شويه فيروسات، فلا لازم اديله معاه المطوه. طب مين اللي هتدي له المطوه؟ البروستات جلاند او الغده اللي هي البروستات، والبروستات دي اتكلمنا عنها كتير، تمام. البروستات جلاند هي دي اللي هتدي السبرمز المطوه بتاعتها. يبقى انت دلوقتي عندك السبرمز اتصنعت فين؟ في التستس. بعد كده اتخزنت فين؟ في الابيديدمس. بعد كده مشيت المواصلات بتاعتها، الميكروباص اللي ركبته، الميكروباص ده اسمه ايه؟ اسمه فاز ديفرنس. طيب السندوتشات بتاعتها جابتها منين؟ من السيمينال فيزلز. طيب المطوه بتاعتها خدتها منين؟ من البروستاتيك جلاند. طب جميل، ماشي. هتروح بعد كده على غده، غده صغننه خالص خالص اهي كده، بص صغننه خالص، غدتين اسمهم بالبوريثرال جلاند. بالبوريثرال جلاند
دي وظيفتها ايه؟ بتعمل ميوكس، بتطلع لي شويه ميوكس كده عشان ترطب لي اليوريثرا. والكلام ده هنشرحه، انا كل ده لسه ما بداتش الشرح اصلا، انا بديك انترو بس كده. فكل عضو هتشرح بالتفصيل، تمام كده. فهي وظيفتها تديك شويه سيكريشنز ليه؟ عشان تزحلق اليوريثرا. شايف اليوريثرا ده اهو، مش اليوريثرا ده احنا قلنا ان هو بيحصل له كونتراكشنز او بيحصل له انقباضات، بيحصل فوق عند بدايه البلادر وبيحصل في النص كده انتر بتوين، وبيحصل في نهايه. الكلام ده شرحناه في اليوري، قلت لك بيحصل له كذا ايه، بيحصل له كذا كونتراكشن، تمام كده، من فوق ومن النص ومن تحت. انا بقى محتاجه شويه ميوكس ليه؟ عشان يزفلط لي اليوريثرا، عشان اقدر ازحلق السبرمس عليها، خلاص كده. فبعد كده السبرمس هتتنقل من اليوريثرا وهتخرج عن طريق مين؟ عن طريق البينس او القضيب. يبتدي القضيب يقذف الحيوانات المنوية دي، يوديها للفاجينا، وبعد كده خلاص بقى ايه الفاجينا، هو بقى ايه يتصرف بقى هو وجسم البنت بقى ايه، ياخد الحيوانات المنوية دي يخصبها ولا يولع فيها، ملناش دعوة، احنا كده خلاص عملنا اللي علينا، تمام كده. يبقى نعيد تاني الدورة دي بسرعة. اول حاجة التستس عملت ايه؟ صنعت لي السبرمز. طيب هل ينفع اصنعها واسيبها؟ لا ما ينفعش، لازم اخزنها. اخزنها فين؟ في الابيديدمس. طيب بعد كده هتركب الميكروباص بتاعها. مين الميكروباص؟ الفاز ديفرنس. الفاز ديفرنس هو ده الانبوبة، الميكروباص بتاعها. طيب الميكروباص السبرمز دي ينفع كده تروح بايدها فاضيه؟ دي راحه رحله طويله يا عم، دي مسافره الاقصر. طب هتاخد معايا، تاخد معايا سندوتشاتها. طب السندوتشات دي هتجيبها من مين؟ من السيمينال فيزلز. طيب بعد كده هتاخد المطوه بتاعتها، هتاخدها منين؟ من البروستاتيك جلاند. بعد كده هتروح عند غده اسمها بالبوريسترال جلاند، دي هتعمل ايه؟ هتزفلت لي اليوريثرا، هتزحلقه كده عشان اقدر ازحلق السبرمز بسهوله. وبعد كده هتردها عن طريق البينس بره الجسم، خلاص كده يا شباب. طيب تعالى بقى نشرح اورجن اورجن واحده واحده كده ونفهمه بالتفاصيل. اول حاجه نبتدي بيها هو التستس، يلا. طيب التست دي اللي هي الخصية عبارة عن ايه؟ بيقول لي هي عبارة عن اوفل اورجن، شكلها شبه الاوفل، اهي شكلها شبه البيضة كده، تمام، اهي اهو ده، دي التست، تمام كده. طيب جات لي زغطة. طيب المهم التست دي شكلها ايه؟ شكلها اوفل، يعني شكلها اوفل، 5×3×2.5، يعني مش هنحفظها يعني، تمام، او احفظوها عشان ايه يعني، بس هو والله الدكتور الحاجات دي مش مهمه، بس يعني ايه احفظوها برده عشان ايه للامان يعني. المهم ان هي حجمها او يعني كده يعني ايه 5×3×2.5. طيب بريزنت موجوده فين؟ انسايد سكين ساك كولد سكروتم. لا واحده واحده بقى كده عشان نفهم الحته دي، تعالى يا اسطى اوريك. بص بسم الله. احنا قلنا يا شباب التستس دي وظيفتها ايه؟ احنا قلنا لحد دلوقتي وظيفه واحده بس، اللي هي بتنتج ايه؟ بتنتج السبرمز. هي ليها وظيفه تانية بس انا مش عايزاها دلوقتي، انا عايزه اعرف ان هي بتطلع لي ايه. بتطلع لي الحيوانات المنويه، بتطلع لي السبرمز. طيب الحيوانات المنويه دي سنسيتيف جدا، حساسه، رومانسيه قوي، فما بتستحملش درجه الحراره العاليه. درجه حراره جسم الانسان حوالي 37، هي مش فاكره بالظبط بس تقريبا درجه حرارتها يعني درجه حراره الحيوانات المنويه 32، يعني بتبقى محتاجه درجه الحراره تبقى 32. فلو التستس دي موجوده جوه الجسم من جوه، اللي هيحصل الحيوانات المنويه دي هتموت، زي ما قلت لك هي سنسيتيف، حساسه جدا. فانا هعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى طلع التستس دي لبره، خليها بره الجسم، بره جسم الراجل، يعني هي مش موجوده جوه كده زي البروستاتا والحاجات دي، لا 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 لا، ده هي طالعه بره، ده هي تعتبر ايه من بره كده، تمام. طيب طلعها ليه؟ علشان انا محتاجه درجه حراره قليله شويه، خلاص كده اقدر احافظ عليها من درجه حراره الجسم. طب جميل. طب هو انا ينفع كده اخلي التستس متعرضه للشارع كده؟ ما ينفعش، ده بقول لك بتطلع السبرمس يا جدع، ده بتطلع حيوانات منويه، بتطلع حاجات مهمه جدا. فهعمل ايه؟ هحميها بالكيس. الكيس ده اسمه ايه؟ اسمه السكروتم. هو ده الكيس، ده هو ده الكيس، تمام. الكيس ده وظيفته ايه؟ هيحمي لي التستس، هيحافظ لي عليها، وفي نفس الوقت هيحافظ على درجه حرارتها برده، تمام. يعني هي درجه حرارتها 32، هو هيحافظ ان هي تفضل 32 زي ما هي، خلاص كده. يبقى احنا دلوقتي عندنا التستس موجوده بره ولا جوه؟ لا موجوده بره. طب ينفع كده اسيبها متعرضه للشارع؟ لا، هحميها بكيس. الكيس ده اسمه ايه؟ اسمه سكروتن، اللي هو كيس الصفن. هو ده وظيفته ايه؟ هيحمي لي التستس دي، خلاص كده يا شباب. تبقى دلوقتي هو بيقول لي ان هي عباره عن اوفل اورجن بريزنت انسايد سكن، موجوده في السكن نفسه، سكن ساك كولد ايه سكروتم، متغطيه بكيس كده اسمه كيس الايه، كيس الصفن. طيب تعالى كده اوريها لك. لا هنا مش ظاهره، مش ظاهره في الحته دي، اهي بص، ادي اهي التستس اللي هي لونها الرصاصي دي، وشايف حته الجلد دي؟ دي حته الجلد اللي حواليه، اهي دي السكروتم، خلاص كده. ادي دي التستس وادي دي السكروتم، تمام كده يا شباب. طيب
خلاص. طيب الفانكشن بتاعتها ايه؟ خلاص عرفنا اول فانكشن فورميشن اوف ذا سبيرمز، هي دي اللي بتصنع لي السبيرمز. خلاص كده كلمه سبرماتوزوا دي عمليه تصنيع السبيرمز، يعني عمليه التصنيع نفسها اسمها ايه؟ اسمها سبرماتوزوا، دي العمليه اسمها كده تمام. طيب الحاجه الثانيه سيكريشنز اوف ميل سكس هرمونز، اه طبعا طبعا هي دي اللي بتطلع لي التستوستيرون يا عم الحاج، التستوستيرون اللي هو الهرمون الذكري. مش انا قلت لك في المحاضره اللي فاتت في الاندوكراين قلت لك احنا عندنا حاجه اسمها الجونادز، قلت لك الجونادز دي زي الاوفري اللي بيطلع لي الاستروجين والبروجستين، وقلت لك التستس اللي هي بتطلع لي التستوستيرون، اهي قدامك اهي بتطلع لي التستوستيرون. طب هل التستوستيرون محتاج درجه حراره معينه او كده؟ لا 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 خالص، يعني في ناس ساعات بتتولد بخصيه جوه، يعني في ناس عندها مشكله كده بتتولد والخصيه بتاعتها جوه، فالناس دي بتبقى عقيمه، عقيمه ما تقدرش تخلف لان كل ما تصنع حيوانات منويه هتموت بسبب درجه الحراره عاليه. لكن على فكره هيبقى عندها تستوستيرون عادي، يعني هيبقى عندها شنب ودقن عادي، عندها صفات الرجوله عادي جدا، لكن هتبقى عقيمه مش هتقدر تخلف. خلاص كده يا شباب كده احنا خلصنا التستس بسيطه جدا. طيب بعد كده احنا قلنا التستس اللي هتصنع لي السبرمز لازم اخزنها فين؟ اخزنها في الابيديدمس. الابيديدمس دي عباره عن ايه؟ عباره عن انبوبه an extremely coiled tubule forming coma shaped structure lies on the posterior surface of the testis. طيب واحده واحده عشان نفهم الحته دي، هو كلام سهل بس الانجليش نفسه هنعمل ايه بقى في التعليم المجاني بتاعنا ده؟ والله لاخد كورس انجليش المره الجايه ان شاء الله الترم الجاي بقى. المهم تعالى بص نكبر الخط. احنا قلنا ان زفت السبرمز دي هي بتتصنع لي فين؟ في التست، اهي بتتصنع لي هنا كده. وهنروح نخزنها فين؟ هنخزنها هنا كده في الابيديدمس. دي عباره عن ايه؟ بيقول لي هي عباره عن انبوبه، الانبوبه دي ملفوفه جامد قوي 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 كده حوالين نفسها، طولها مثلا من 4 ل 5 متر، تخيل يعني شوف طولها سبحان الله من 4 ل 5 متر، ملفوفه كده كده كتير قوي 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 حوالين الايه؟ حوالين التست. خلاص كده. فهو بيقول لي ان هي عباره عن اكستريملي كولايد تيوبيل فورمينج كوما شيبت. كوما شيبت دي يعني اللفه بتاعتها دي اسمها كوما شيبت، المفروض ان في ام تانية، يعني هي المفروض سي او دبل ام اي مش ام واحده بس، يعني عامه يعني ان هي اسمها كوما شيبت. ايه كوما شيبت ده؟ ده اللي هو الشكل بتاع اللي هي اللفه بتاعتها دي. موجوده فين؟ موجوده في البوستيريور سيرفيس اوف ذا تيستس، اهي بص كده. اهي ادي التستس، ده الانتيريور تمام، ده الجزء ايه كده، ده الجزء الانتيريور، وادي الجزء البوستيريور. هي موجوده فين؟ موجوده في البوستيريور اهي منوره اهي، دي الابيديدمس تمام اهو، ده الانتيريور وادي ده البوستيريور. فهي موجوده فين؟ موجوده عند البوستيريور او في الظهر بتاع المين بتاع التستس. خلاص كده. طب وظيفتها ايه يا عم الحاج؟ وظيفتها اهم وظيفه ليها ستورج اند ماتوريشن اوف ذا سبيرمز. لا واحده واحده بقى هنا عشان الحته دي وارد جدا جدا يسالك فيها. بص دلوقتي التستس لما تيجي بتصنع السبيرمز هي صنعتها خلاص، بس ما حصلهاش ماتوريشن. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت مثلا اخدت السبيرمز اللي اتصنعت في التستس على طول كده اخدتها ورحت حقنتها في جسم الست مش هتحمل. ليه؟ السبيرمز بايظه ما حصلهاش ماتوريشن. تاني انا مثلا الدكتور عايز يعمل حقن مجهري مثلا، لو رحت اخدت السبيرمز مباشره من التستس وهي بتتصنع، يعني التستس وهي لسه بتصنع السبيرمز ورحت اخدتها وحقنتها في جسم الست مش هيحصل حمل. ليه؟ السبيرمز وهي بتتصنع ما حصلهاش ماتوريشن، ما حصلهاش نضوج. امال هيحصلها ماتوريشن فين؟ في الابيديدمس. يبقى الابيديدمس لحد دلوقتي اخدنا ليها وظيفتين، اول وظيفه الاستورج بتعمل تخزين للسبيرمز. ليه؟ عشان تقدر تحوش رقم محترم عشان لما يجي يحصل حمل اكون انا يعني كراجل مستعد ان انا اقذف ايه 500 مليون حيوان منوي. طب جميل. الحاجه الثانيه ماتوريشن للسبيرمز، قلت لك السبيرمز اللي موجوده في التستس وهي لسه متصنعه مش ناضجه، غير ناضجه، لسه ضعيفه زي ما هي تمام. فجوه الابيديدمس، الابيديدمس دي بيحصل لها ماتوريشن. طب بيحصل لها ماتوريشن عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا بعمل سكريشنز لمجموعه نيوريتيف سبستانس، بفرز شويه مواد غذائيه كده ومجموعه هرمونات بتتفرز في الابيديدمس ومجموعه انزيمز بتتفرز كده فيها، هي دي اللي بتسبب لها الماتوريشن. يبقى تاني عيد تاني الحته دي، الابيديدمس دي وظيفتها ايه؟ ثلاث حاجات، رقم واحد ستورج وفهمناها، ماتوريشن وفهمناها، ورقم ثلاثه بتفرز لمجموعه نيوريتيف سبستانس او مجموعه مواد غذائيه كده حاجه شبه السندوتشات، بس مش هنقول عليها سندوتشات، هنقول عليها تصبيره، الفطار بتاعه دي ده فطاره في البيت بتصبره بس كده تمام كده. فدلوقتي الابيديدمس دي ليها كام وظيفه؟ ثلاثه، ستورج ماتوريشن وسكريشنز للايه؟ للنيوريتيف سبستانس. طب جميل ماشي، خزننا السبرمز في الابيديدمس.
دلوقتي بقى المفروض خلاص تركب الميكروباص بتاعها. الميكروباص اسمه ايه؟ فاز ديفرنس. الفاز ديفرنس، طيب الفاز ديفرنس ده بيقول لك عباره عن ايه؟ عباره عن سيك وولد نيرو ليومن دكت، عباره عن انبوبه. الانبوبه دي ضيقه شويه بس تخينه، يعني الوول بتاعها تخين خلاص كده وهي ضيقه. طولها كام؟ 45 سنتي. طيب بتمتد منين؟ بتمتد من الابيديدمس خلاص كده وتروح عند الابدومين، وهوريك الكلام ده. بتروح عند منطقه البطن او الابدومين ليه؟ علشان تروح للسيمينال فيزلز، وبعد كده هتروح لبقيه اللي هي الايه، بقيه البروستاتا بقى وهكذا. خلاص كده. طيب فين ال اهي؟ بص، مش احنا قلنا هي دي الفاز ديفرنس؟ بتبتدي منين؟ من الابيديدمس اهي، وتروح لفين؟ اهو عند مين؟ عند السيمينال فيزلز. خلاص كده. فهو بيقول لي دلوقتي هي بتمتد منين؟ بتمتد من الابيديدمس، وبعد كده تروح لمين؟ لتروح للسيمينال ايه؟ للسيمينال فيزلز. طيب السيمينال فيزلز دي موجوده فين؟ موجوده ورا البلادر، موجوده ورا اللي هي المثانه. خلاص كده. تعالى اوريها لك بقى هنا كده هتبقى احسن شويه. بص، ادي البروستاتا، اهي بص، ادي دي البروستاتا، دي غده البروستاتا، وادي اهي دي السيمينال فيزلز يا شباب. مين دي؟ دي البلادر اهي. بص البلادر، فهي موجوده فين؟ موجوده ورا الايه؟ ورا البلادر. خلاص كده، موجوده ورا الايه؟ ورا البلادر. تمام كده. طيب دي مين اللي انا معلم عليها دلوقتي؟ دي الفاز ديفرنس. بص كده اهي اهي اهي، مشيت، راحت لمين؟ راحت للسيمينال فيزلز عشان تاخد السندوتشات بتاعتها. خلاص كده. طيب هتكون لي هنا دكت. الدكت دي اسمها ايه؟ اسمها صعب شويه واعتقد ان انا مش هعرف انطقه. اسمها ايجاكيولاتري دكت. ايوه ايجاكيولاتري دكت. تمام كده. خلاص كده. فهي بتكون لي ايه؟ حاجه اسمها ايجاكيولاتري دكت. الايجاكيولاتري دكت دي عباره عن ايه؟ دي الدكت اللي بتوصل لي السبرمس للسيمينال فيزلز. خلاص كده، هي دي الايجاكيولاتري دكت. تمام كده. طيب الفانكشنز بتاعتها بتاعت الايجاكيولاتري دكت دي هتاخد ايه؟ احنا قلنا السبرمز دلوقتي هتركب الميكروباص اللي هو الفاز ديفرنس، هتروح للسيمينال فيزلز. خلاص كده. هتكون لي الايجاكيولاتري دكت دي اللي هتاخد السبرمز بعد كده توديها لمين؟ لليوريثرا تاني. بص، السبرمز خرجت من الابيديدمس، ركبت الميكروباص بتاعها اللي هو الفاز ديفرنس، راحت للسيمينال فيزلز. خلاص كده. طيب السيمينال فيزلز، بص هحاول اوريها لك، هي صغننه خالص كتكوته كده. بص هي دي الايجاكولاتري دكت. تمام كده. فهتكون لي الايجاكولاتري دكت دي اللي هتاخد بعد كده السبرمز دي توديها لي فين؟ لليوريثرا. تمام كده. طيب ماشي، بعد كده عندنا اليوريثرا. عارفين اليوريثرا ده هياخد السبرمس ويوديها للفاجينا. طيب جميل قوي. تعالى بقى نشوف الاكسسوري جلانز. طيب واحده واحده بقى، وركز معايا في الحته دي. احنا دلوقتي لحد دلوقتي اتكلمنا عن مين؟ اتكلمنا على الميكروباص. احنا دلوقتي واقفين عند الميكروباص، وقلنا الميكروباص ده هيوصل لي السبرمس فين؟ هيوصلها لي للسيمينال فيزلز. خلينا بقى نتكلم عن السيمينال فيزلز. قلت لك السيمينال فيزلز دي هتعمل ايه؟ دي اللي هتدي لي السندوتشات. تمام كده. فتعالى نقرا الكلام اللي مكتوب عليها. اول حاجه بيقول لي هي هايلي تورتوبس تيوب، تورتس تيوب، يعني هي تيوب برضو ملفوف على بعضها كده. خلاص. موجوده فين؟ موجوده في الباك بتاع اليونري بلادر، وريتها لك، هي موجوده ورا البلادر. طيب وظيفتها ايه؟ هي بتعمل ايه؟ ايه الوظيفه بتاعتها؟ وظيفتها ان هي هتدي السندوتشات بتاعه السبرمز البروتين والفراكتوز وفيتامين سي، وكمان هتكون لي الايجاكولاتري جلاند دي او الايجاكولاتري دكت دي اللي هتاخد بعد كده السبرمز توديها للبروستاتا واليوريثرا. تاني، السيمينال فيزلز دي يا عم الحاج هتعمل ايه؟ السيمينال فيزلز دي والله هتاخد السبرمز، هتاخدها منين؟ من الميكروباص، من الفاز ديفرنس. هتعمل ايه؟ هتدي له السندوتشات بتاعته البروتين والفراكتوز وفيتامين سي. طيب سؤال، ليه ادي له بروتين وفراكتوز وفيتامين سي؟ يا عم الحاج ده راجل رايح الفاجينا، وبعد الفاجينا هيروح لفالوب، وهيتعرض لحرب هحكي لك عنها كمان شويه، لازم يتغذى. فهدي له بروتين وهدي له فراكتوز وهدي له فيتامين سي، هدي له معادن تخزنه السندوتشات بتاعته. خلاص كده. وكمان هيبقى في عندي ايجاكولاتري جلان، ايجاكولاتري دكت. الدكت دي وظيفتها ايه؟ هتاخد السبرمز من السيمينال فيزلز وهتوديها للبروستاتا. طيب والبروستاتا هتوديها لليوريثرا. تمام كده ماشي. البروستاتا دي بقى وظيفتها ايه؟ هي دي اللي هتديني المطوه بتاعته. المطوه دي اللي هي ايه بقى؟ ركز معايا عشان دي ممكن تيجي كويس قوي سؤال في الامتحان.
هتديني سكريشنز عباره عن الكالاين سكريشنز. لا واحده واحده بقى عشان نفهم الحته دي. بص دلوقتي احنا اتكلمنا ان السبرمز راحت للسيميلر فيزلز، هتعمل ايه؟ هتاخد سندوتشاتها البروتين والفراكتوز والفيتامين سي. طيب هتروح للبروستاتا، البروستاتا هتعمل ايه؟ هلاقي ان البروستاتا بتفرز على السبرمز سكريشنز. لما جيت احلل السكريشنز دي لقيتها الكالاين. طيب ليه الكالاين؟ بص لما جم يبصوا على جسم الراجل لقوا ان اليوريثرا ده، اليوريثرا او الحالب ده، هو نفس الحالب اللي بيطلع لي البول. يعني اليوريثرا اللي بيطلع لي السبرمز هو نفس اليوريثرا اللي بيطلع لي البول. وانا لسه قايله لك من شويه ان السبرمز دي حساسه جدا، سنسيتيف. فزي ما هي ما بتحبش درجه الحراره العاليه، ما بتحبش برضو الاسيدك، والبول طبعا اسيدك. فانا هعمل ايه؟ هرش شويه حاجات الكالين عشان اعمل نيوتراليزيشن لليوريثرا علشان السبرمز دي ما تموتش. يعني انا لو راجل عندي مشكله في البروستاتا، البروستاتا بتاعتي مش شغاله، هخلف؟ لا مش هخلف، لان كل السبرمز هتموت في اليوريثرا بسبب الاسيدات العاليه قوي 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 اللي موجوده في اليوريثرا نتيجه البول اللي موجود. خلاص كده. ومش بس كده، لا الفاجينا كمان في البنت مليان اسيدك. الله، طب احنا دلوقتي فهمنا الاسيدات بتاعت اليوريثرا بسبب البول، طب الست بقى ليه في اسيدك في الفاجينا بتاعها؟ حضرتك في عندنا دوره شهريه، والدوره الشهريه دي عباره عن دم بينزل. الدم ده مليان توكسينز، مليان بكتيريا، مليان فيروسز، تمام؟ فالفاجينا اصلا بيبقى دايما متبهدل، يعني دايما الست الفاجينا عندها مليان بكتيريا وفيروسات والحاجات دي. علشان كده الفاجينا بينظف نفسه بنفسه، يعني الفاجينا دايما كده بتلاقي فيه افرازات، حتى اللي هي بيسموها الافرازات المهبليه. هي دي ايه؟ دي افرازات من الفاجينا كده بيفرزها علشان يرطب نفسه ويطرد الفيروسات دي. فلازم اخلي الفاجينا ده اخليه ايه؟ القناي. لازم قصدي اخليه اسيدك. ليه اسيدك؟ علشان اي فيروسات او اي بكتيريا موجودة اقتلها. اصل الفاجينا ده بعد كده حضرتك هو ده اللي هيدخل لي السبرمز، فلازم. وبعد كده هيبقى عندي جنين، يعني انا كواحدة ست هيبقى عندي جنين في المستقبل. هل ينفع الجنين ده يبقى في بطني والاقي فجأة في فيروسات دخلت وبكتيريا؟ لا، لازم اخليه اسيدك. طب انا دلوقتي هدخل سبرمز في الفاجينا، لازم ادخلها في الاسيدك كده؟ لا، هخلي برضو في الكالين. ايه الكالين؟ ميديا، تمام كده. يبقى البروستاتا دي وظيفتها ايه؟ هي دي اللي هتدي لي المطوه بتاعته. المطوه دي عباره عن ايه؟ الكالين سكريشنز. ليه؟ هتحميه من الاسيدتي اللي موجوده في اليوريثرا بتاع الراجل وفي الفاجينا بتاعت الست. طيب كده احنا اتكلمنا على المطوه. طيب هنتكلم على بعد كده على الغده الثالثه اللي هي والاخيره، اللي هي البالبوريثال جلاند. دي بسيطه خالص وصغننه جدا زي ما قلتها لك. وظيفتها ايه؟ بتديني ميوكس. وقلت لك الميوكس ده وظيفته ايه؟ ان هو يعمل لوبريكيشن او زي ايه، زفلطه كده في اليوريثرا، يزفلط لي اليوريثرا عشان اقدر احرك الايه؟ السبرمز. خلاص كده يا شباب. طيب في نوت هنا مهمه هيتكلم فيها عن السيمن. السيمن اللي هو الايه؟ اللي هو المنيه. بصوا شباب، الرجاله بيبقى في عندها حاجه اسمها المنيه. المنيه ده عباره عن ايه؟ افرازات كده بتنزل من جسمهم، تمام؟ الافرازات دي حاجه كده زي لونها ابيض كده، بيبقى زي الجيلي كده. الافراز ده بقى بيقول لك لو جيت حللته هلاقي فيه ايه؟ هلاقي فيه سبرمز، هلاقي فيه حيوانات منويه، وهلاقي فيه كمان السكريشنز. السكريشنز اللي جايه منين؟ اللي جايه من السيمينال فيزلز اللي هي الاكل بتاعه، السندوتشات بتاعته، البروتين والفيتامين سي والفركتوز. وهلاقي كمان فيه البروستاتيك سكريشنز اللي هي المطوه بتاعته اللي هي الالكالين. وهلاقي كمان فيه السكريشنز بتاعت مين؟ بتاعت الابيديدمس. مش انا قلت لك الابيديدمس دي بتديله نيوريتيف سكريشنز اللي هي تصبيره؟ فهلاقي فيها كل الحاجات دي زائد كمان السبرمز. فالسكريشنز دي مع السبرمز دول بتكون لي حاجه اسمها ايه؟ السيمن. السيمن ده اللي هو الايه؟ اللي هو المني او السائل المنوي، تمام كده يا شباب. طيب كده احنا خلصنا الميل جينيتال سيستم، نخش بقى على الفيميل كده. طب يا شباب هنكمل دلوقتي بقى الفيميل. الفيميل جينيتال سيستم هو اسهل بكتير من الميل كمان، يعني شوف الدنيا بص محاضره سكر والله العظيم يعني، تمام. طيب هنبتدي بقى الفيميل جينيتال سيستم. طيب احنا في الميل جينيتال سيستم قلنا ان هو ده العريس، هو ده اللي هيروح يتقدم، تمام؟ فهو ده اللي لازم بقى ايه؟ يروح بقى معاه بقى سندوتشاته ومعاه مطوته ويركب الميكروباص والحاجات دي. لكن هنا طبعا مفيش الدوشه دي. ليه؟ لان هي دي بقى العروسه، هي دي اللي هتستقبل السبرمز، فهي قاعده معززه مكرمه. فخلينا نشوف الطريق بتاعها هيبقى عامل ازاي. هو طريق يعني لطيف، بس بص ركز معايا بس عشان الحته دي هتلخبطك، مش هتلخبطك بس يعني محتاجه تركيز. في طريقين للبنت، والله ممكن تبقى حامل وممكن ما تبقاش حامل. فانا هشرح لك الاول لو هي مش حامل، يعني هي عاديه جدا، بنت عاديه يعني، او لو هي حامل، تمام؟ يعني هفهمك الاثنين هيبقى طريقهم ازاي. طيب العروسه مين؟ العروسه اسمها اوفم، او العروسه اسمها بيضه. اوكي هي اسمها كده، تمام؟ من غير تريقه بس اسمها كده. طيب البيضه دي اللي هي الاوفم دي طالعه منين؟ طالعه من الاوفري.
يبقى مين اللي هيصنع لي الاوفم؟ هي مين؟ هي الاوفري. يبقى الاوفري ده عامل زي مين؟ زي التستس. هو عامل زي التستس بالظبط. التستس كانت هي اللي بتصنع لي السبرمز، هي دي اللي هتصنع لي الايه؟ الاوفم. طب جميل، الاوفم بعد كده هتنزل على الحاجه قناه كده، القناه دي اسمها فالوبيان تيوب. طيب انا هشرح لك دلوقتي الاول لو هي مش حامل، يعني انا هشرح لك الاول لو هي مش حامل. طيب اللي هيحصل ان الاوفري دي هتفضل، الاوفم قصدي دي هتفضل نازله كده، وهتخش وهتروح لمين؟ مين الجميل الحلو الكيوت ده؟ اليوترس. اليوترس او الرحم. طيب حلو، اليوترس ده بيبقى زي ما انت شايف البادي بتاعه كده، بيبقى ايه؟ مبطن جامد قوي قوي ببطانة دموية او بدم كتير قوي. والله حضرتك وقت بقى الدورة الشهرية لما تيجي تحصل البيريت، اللي بيحصل ايه؟ ان البطانة دي بتبتدي انها تتهتك او تتدمر كده وتتقطع، وطبعا في عندي اوفم هنا موجودة او بويضة موجودة، فهتبتدي انها تنزل فين؟ تنزل لتحت، هتعدي على منطقة اسمها السيرفكس. السيرفكس دي اللي هي عنق الرحم، وبعد كده هتنزل تحت عن طريق الايه؟ الفاجينا او المهبل. يبقى تاني ده طريق مين؟ ده طريق واحدة بنوتة عادية جدا. تمام، اللي هيحصل ان الاوفر بتاعها هينتج اوفم او بويضة، الاوفم دي هتمشي عن طريق فالوب، هتروح لليوترس. خلاص كده. طيب حصل فيرتلايزيشن؟ لا ما حصلش فيرتلايزيشن. حصل امبلانتيشن؟ لا ما حصلش امبلانتيشن، ما حصلش زراعه. طب هعمل ايه؟ هفضل قاعده كده؟ لا هتقعي، هتنزلي خلاص، مفيش مشكله. زي ما قلت لك الرحم ده في عندنا بطانه دمويه، البطانه الدمويه دي هتبتدي انها تتهتك، وهتبتدي تنزل على شكل ايه؟ على شكل الدوره او على شكل البيريت او على شكل الدم. الدم ده هينزل ازاي؟ هينزل مع الاوفم، هيعدي على السيرفكس. السيرفكس دي اللي هي عنق الرحم، اللي هي المنطقه دي، اي المنطقه دي كده خلاص بالمنظر ده، وبعد كده هتخرج بره الجسم خالص عن طريق الايه؟ عن طريق الفاجينا. طيب ده طريق بنوت عليه خالص. طب افرض بقى واحده متجوزه وخلفت، يعني او حامل، يعني ربنا يعني يبارك لها وكده، تمام. هي دلوقتي بقى ايه؟ هتحمل. طيب الحمل ده بيحصل ازاي؟ الاوفري ده هيطلع لي الاوفم البويضه. طيب هنا كده المكان ده هيبتدي يخش فيه السبرم، الحيوانات المنويه. يبقى الحيوانات المنويه هتخش ازاي؟ هتخش عن طريق الفاجينا. خلاص كده. مش احنا قلنا في الولد ان اليوريثرا هيبقى متصل بالبينس وهيطلع لي الحيوانات المنويه او السبرمس ويدخلها لي في الفاجينا؟ جميل. الفاجينا دي او السبرمس دي هتعدي على السيرفكس، على عنق الرحم، وهتخش جوه الرحم. ده مين ده؟ ده كل ده السبرمس. طيب السبرمس هتمشي هنا كده وهتخش عند مين؟ عند فالوب. والبويضه موجوده هنا، البويضه خرجت من الاوفري وموجوده عند فالوب. هيحصل هنا كده في المنطقه دي هيحصل فيها الفيرتلايزيشن. يبقى الفيرتلايزيشن بيحصل فين؟ بيحصل عند فالوب. يبقى فالوب وظيفتها ايه؟ والله هي لو واحده بنوت عاديه جدا يبقى هتنقل الاوفري توديها لليوترس، لكن هي لو واحده حصل لها اخصاب او فيرتلايزيشن، فالفيرتلايزيشن نفسه هيحصل عند مين؟ عند فالوب. طيب الجنين بقى او الزيجوت ده هيتزرع فين؟ هيتزرع جوه مين؟ جوه الرحم هنا كده. يعني ازاي الجد ده هيمشي هيرجع تاني مكانه وهيروح للرحم ويتزرع هنا؟ خلاص كده يا شباب. فاحنا عندنا طريقين. طيب خلينا نمسك اورجن ونشرح. اول حاجه الاوفري. الاوفري بيقول لك هو شكله شبه الالموند، شبه حبه اللوزه، لوستين على الجنبين. خلاص كده. طيب بيقول لي بقى اتاتش تو ذا لاترال مارجن اوف ذا يوترس باي ذا ليجمنت اوف ذا اوفري. تاني اتاتش تو ذا لاترال مارجن اوف ذا يوترس باي ذا ليجمنت اوف ذا اوفري. يعني ايه؟ بيقول لي ان هو مرتبط باليوترس، يعني الاوفري ماسك في اليوترس برباط، في رباط ماسك الاوفري وماسكه بالايه؟ باليوترس. تمام كده. الرباط ده فين؟ في الجزء اللاترال من الاوفري. تاني الجزء اللاترال قصدي من اليوترس. طيب بص ادي الاوفري اهو، وادي الميد لاين بالمنظر ده. فين الجزء الميديان وفين الجزء اللاترال؟ ده الجزء الميديان وادي ده الجزء اللاترال. خلاص فهو ماسك فين؟ هو ماسك لاترال، يعني هو مش ماسك هنا كده، مش ماسك في الحته دي جنب الخط، لا ده هو ماسك على الجنب، فهو ماسك فين؟ لاترال. طيب تعالى نشوفها هنا. بص اهو لو جينا كده نلف من ورا، تعالى بص نشيل بس الايه؟ الاربطه دي. بص كده اهو، ده الاوفري ماسك فين؟ في الجزء اللاترال بوستيرير من الظهر، ماسك لاترال اهو بالرباط، هو ده الرباط اللي ماسك بين الاوفري، ادي الاوفري وادي اليوترس، ماسكه فين؟ ماسكه من ورا، من البوستيرير، من الظهر. خلاص كده. فهو بيقول لي ان الاوفري ده اتاتش تو ذا لاترال مارجن اوف ذا يوترس باي ذا ايه؟ باي ذا ليجمنت. طيب الفانكشن بتاعته قلت لك هو بينتج الاوفر، وقلت لك كمان في الاندوكراين ان هو بيطلع لي الاستروجين والبروجستيرون. طيب جميل قوي كده، احنا خلصنا الاوفري. خش لي بقى على قناه الفالوب اللي هي فالوبيان تيوب، وخد بالك فالوبيان تيوب اسمها يوتريان تيوب. يبقى واحده واحده، عندنا حاجه اسمها يوريتر، وحاجه اسمها يوريثرا، وحاجه اسمها يوتريان، وحاجه اسمها يوترس. اليوترس ده الرحم، اليوتريان ده الفالوب، اليوريثرا ده الحالب اللي هيطرد البول او السبرمز بره الجسم.
طيب اليوريتر، اليوريتر ده كان بياخد البول يوديه للبلادر يتخزن جوه البلادر، خلاص كده. فخد بالك وانت بتقرا اي حاجه فيها يو، خد بالك منها. طيب اليوترين في التيوب دي او فلوب دي عباره عن ايه؟ بيقول لك عباره عن انبوبه، الانبوبه دي طولها 10 سم ماشي، موجوده في الابر لاترال بورت اوف ذا يوترين. وريتها لك اهي، دي فلوب ابر يعني موجوده فوق. بص ده اليوترس، اليوترس اهو ايه موجوده في الجزء اللي فين؟ في الجزء اللي فوق. موجوده انتيريور ولا بوستيريور؟ لا موجوده بوستيريور لاترال كده شويه، خلاص كده. طيب ماشي، كونكتنج دوز اوفري، هي ماسكه الاوفري. انا قلت لك دلوقتي ان الاوفري لما يجي يطلع الاوفا ما هيرميها في مين؟ هيرميها في الفالوب، خلاص كده. طيب الحته دي الدكتور ما قراهاش قوي، يعني ما قراش الاسم اللي في الاول ايه ولا الاسم اللي في الاخر ايه ولا اي حاجه من الحاجات دي، بس خلينا ان احنا نقراها. its lateral end is called infundibulum تقريبا حاجه زي كده، تمام. والفينجرز بتاعتها اسمها فيبيا. طيب واحده واحده، بص اسمها ايه؟ فيبريم، فيبريم ستروبري. المهم شايف الجزء ده شبه الايه؟ شبه القمع، صح؟ حاجه كده عامله زي ايد. الايد دي هي دي اللي هتاخد الاوفم من الاوفر، هي دي اللي هتلقط البويضه كده عشان ما تقعش، فهي دي اللي هتلقطها. الايدين دي او القمع ده اسمه ايه بقى؟ اسمه فيبري، اسمه فيمبري او حاجه زي كده، يعني حاولوا تنطقوها بقى، فيمبري، تمام كده. طيب اللاترال اند بتاعها، اللاترال اند اللي هو الجزء اللي هيحصل فيه فيرتلايزيشن، المنطقه اللي هيحصل فيها فيرتلايزيشن اسمها ايه؟ انفندي بلم 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 أي يعني انطقوها بقى برضو انفندي بلم، تمام حاجه زي كده. المهم يعني ان الدكتور ما نطقش الكلام ده، بس برضو احفظوا له، هو ممكن يسالك في الحته دي، يعني ممكن يقول لك الفيرتلايزيشن بيحصل فين، فانت هتقول بيحصل في الانفندي بلم دي، تمام. طيب القمع نفسه اللي هيلقط البويضة اسمها ايه؟ اسمها فيبريم. خلاص استنوني بس الترم الجاي ان شاء الله هاخد كورس انجلش وهنطق لكم الحاجات دي مظبوط. طيب الفانكشن بتاعته قلت لك هو بياخد الاوفم من الاوفري، جميل. باسج اوف ذا سبيرمز قلت لك هو بياخد السبيرمز، قلت لك هو بياخد السبيرمز، السبيرمز بتخش لليوترس وتخش لك بعد كده في الفالوب عشان يحصل بعد كده فيرتلايزيشن فين؟ في الحته دي. فهو بيقول لي باسج اوف ذا سبيرمز، تمام حلو قوي. وبعد كده بيحصل فين؟ فيرتلايزيشن، خلاص كده. طيب بيقول لك بيحصل فيرتلايزيشن ايه؟ في الجزء الثالث، يعني في الثلث الاولاني. بص مش احنا قلنا في النقطه دي، دي كده هو دي، استنى برضو اهي، احنا عندنا الفلوب بنقسمها لثلاث اقسام، ادي تلت وادي تلت وادي تلت، ده التلت التالت وادي ده التلت التاني وادي ده اول تلت. طيب هي بيحصل لها فيرتلايزيشن فين؟ هنا كده. فبيحصل لها فيرتلايزيشن في التلت الاول من القناه، تمام كده. طيب كده احنا خلصنا الفالوبيان تيوب، خش لي بقى على اليوترس او الرحم. بيقول لك ان الرحم ده شبه القمع برضو نفس الفكره، بس انا اهم كلمه عندي كلمه ماسكولار وول، دي اهم كلمه عندي. ماسكولار وول يعني ايه؟ يعني هو الجدار بتاعه ماسكولار، عضلي، هو عباره عن عضله. العضله دي يا شباب لما بيحصل لها كونتراكشن هيحصل لها ابورشن او اجهاض لو هي حامل زي ما درسنا في الكوجنو، ولو هي بنوته وحصل لها كونتراكشن هو ده اصلا اللي بيسبب الوجع في الدوره. لما البنت يبقى عندها الدوره او عندها البيريد والدم بينزل بيحصل كونتراكشن كتير قوي 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 لليوترس بسبب الماسكولار وول، فهو ده اللي بيسبب الوجع او الكرامبس اللي بتحصل بسبب الايه؟ بسبب الدوره، خلاص كده. طيب لما نيجي نشوف الجزء بتاع اليوترس الاعضاء بتاعته عباره عن ايه، هنلاقي في جزء هنا اسمه فندس، الجزء ده فندس دي البدايه بتاعه اليوترس، وجزء هنا اسمه بادي، البادي ده بيبقى مليان بطانه دمويه، خلاص كده. البطانه الدمويه دي فايدتها ايه؟ البطانه الدمويه دي فايدتها ان هي تغذي الجنين وهو في بدايه الثلاث شهور، يعني لما تبقى البنت دي حامل ولسه ما تكونش مشيمه، لان المشيمه بتتكون بعد الشهر الثالث، فلسه ما تكونش مشيمه، فهي هتقعد تغذي الجنين بالاكل ده. لو ما حصلش حمل فطبعا بتتهتك وبتقع على شكل دوره، تمام. طيب وفي عندنا بعد كده هنا السيرفكس، السيرفكس ده هو عنق الايه؟ عنق الرحم، تمام. المنطقه دي السيرفكس ده يا شباب بيبقى فيه افرازات، الافرازات دي بتسمح بدخول السبرمز او خروجها، يعني ايه؟ او مش قصدي او خروجها، بص هفهمك. لما بيخش فيروسات او حاجات زي دي طبقه السيرفكس دي بتبقى مليانه افرازات تقيله قوي 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 قوي، ليه؟ عشان تمنع الحاجات دي انها تخش. لكن لما تلاقي فيه سبرمز داخله انا محتاجاها، انا محتاجه السبرمز دي عشان يحصل فيرتلايزيشن، فهخفف الطبقه الافرازيه دي، تمام، فبالتالي اقدر ادخل السبرمز. يعني بص بص شايف اهو ده الايه؟ ده السيرفكس، تمام. الحته دي لو انا كده بص متقلاها، متقلاها قوي اهو، متقلها بافراز تقيل قوي، لو في بكتيريا او فيروس عايزه تخش لجوه مش هتعرف. لكن بص بقى لو انا مخففه الطبقه، مخففه الافراز بتاعها كده مثلا، عامله طبقه خفيفه من الافراز، اي سبرمز هتقدر انها تخش ايه؟ تخش عادي. طيب بس فهو كده عباره عن فندس، والبادي بتاعه الفندس عباره عن
part of uterus ده الأباف ده اللي موجود فوق، أما البادي موجود على الجانبين يعني بتوع اليوترس، والسيرفكس دي موجودة فين؟ تحت في اللور بورت. خلاص كده. طيب الفونكشن بتاعتها، الفونكشن بتاعتها ريسبشن. ريسبشن زي ما قلت لك هي بتستقبل اليوترس، أو قصدي بتستقبل السبرمز. خلاص كده. بتعمل نيوتريشن. نيوتريشن عن طريق مين؟ عن طريق الاوفري. قلت لك بيعمل اسمه ايه ده، الاوفري بيعمل نيوتريشن عن طريق البطانه الدمويه بتاعته اللي بتبقى موجوده عند البادز. مش انا قلت لك بيغذي الجنين في اول 3 شهور عشان لو عشان المشيمه لسه ما اتكونتش. خلاص كده. وقلت لك ان لو ما حصلش حمل بتكون لي الايه، المنسترال سايكل او الدوره الشهريه. طيب نخش على اخر جزء بقى اللي هو الايه، اللي هو الفاجينا. الفاجينا برده ايه، ماسكولار تيوب. طيب الماسكولار تيوب دي الفاجينا ده شباب بيحصل له امتداد وانكماش، يعني بيطول وبيقصر. خلاص كده. بيطول ويقصر ليه؟ يعني هو ليه ربنا خلقه ماسكولار زي ما قلت لك؟ عشان يطول ويقصر. ليه؟ لان هو ده يعتبر البيرث كانال، ده يعتبر الفتحه اللي هيحصل فيها الولاده، الطفل راسه بتنزل من الفاجينا. خلاص كده. فلازم اطوله او اخليه يمتد واخليه يقصر. والرحم نفس الفكره، الرحم بيمتد وبيقصر عشان يقدر يستوعب الجنين. خلاص كده. بيقول لي انه بيقول لي ان الانتيريور بارت بتاعه او الانتيريور وول بتاعه طوله حوالي 8 سنتي، والبوستيريور وول بتاعه طوله حوالي 10 سنتي. اللي هناخده من الفكره دي ان البوستيريور وول بتاعه اطول من الانتيريور وول. طب تعالى اقول افهمك ليه. بص انا حاولت افهمها من الدكتور لان الصوت بصراحه ما كانش واضح، بس اللي انا فهمته ان اليوترس ده بيحصل له ايه، بيحصل له امتداد. لما يجي يحصل حمل والست تبقى حامل، الرحم ده بيفضل يكبر يكبر. الرحم ده بيمتد على الانتيريور فاجينا مش على البوستيريور. بيمتد فين؟ على الانتيريور فاجينا مش على البوستيريور. خلاص كده. فبالتالي الفاجينا بيبقى طوله اقصر شويه من البوستيريور، تمام؟ اللي هو الانتيريور بورت بيبقى اقصر شويه من البوستيريور. ايه؟ من البوستيريور بورت. تمام كده. طيب الفانكشنز بتاعتها ايه؟ الباسج اوف ذا مينستر بلاد. قلت لك بص خد بالك من حاجه، المكان اللي هتتكون فيه البيريود هو اليوترس. طب المكان اللي هتخرج منه المينستر سايكل او مينستر بلاد دي مين؟ هو الفاجينا، هو ده اللي هيطرد منها. خلاص كده. طيب بيرث كانال، قناه للولاده. والحاجه الثالثه سيكشوال انتركورس تو انتروديوس ذا سبيرمز. يعني ايه سيكشوال انتركورس؟ ده اللي هو الجماع. يعني ايه؟ لما بيجي يحصل الجماع البينس بيحتك بالفاجينا او بيدخل جوه الفاجينا. خلاص كده. ليه؟ علشان انتروديوس السبيرمز، عشان الراجل يدخل الحيوانات المنويه في الفاجينا. خلاص كده. فدي بتبقى موجوده امتى؟ في السيكشوال انتركورس او في الجماع. تمام كده شباب. طيب كده الحمد لله احنا خلصنا المحاضره دي. اتمنى يا رب ان شاء الله ان انتم تكونوا فهمتوها. فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامه.